السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عايز اطبع الشغل بتاعي، فاروح للفايل واقول له برنت او كنترول بي عادي، مفيش اي حاجة خالص جديدة. فبلاقي نفس الواجهة اللي لما اجي اطبع، تمام، بختار الطبعة وباجي هنا اختار نوع الورق وهتبقى افقي ولا رأسي والالوان ولا مش الوان، نفس الحاجات اللي موجودة اعداد الطبعة العادي، تمام. البيبر السايز بتاعتي A4 و A3. اللي اوت تبدأ بقى من هنا الاختلاف، انت عايز تطبع ايه. يعني ده تقريبا مختلف عن بقية البرامج، لان بقية البرامج تبقى هي مساحة العمل وبطبعها وخلاص. لا، ممكن تطبع هنا المخطط دوت، او تطبع 3D، او تطبع الريسورس او الريسورس يوسج او الرولز او التاسك يوسج. فليه اكتر من اختيار ايه الحاجة اللي انا عايز اطبعها، وبعد كده بيديني المساحات اللي انت عايز تسيبها هوامش، عايز تطبع بالاكشوال سايز ولا عايز تعمل الجدول ده كبير فممكن تقسمه على كذا صفحة، ولا تطبعه بنفس المساحة، ولا عايز تعمله فيت لأقصر حاجة قدرت عليها. الهيدر فوق هيبقى ايه، والفوتر الأسفل تحت هيبقى عامل ازاي، والايقونة اللي هتتبع، وهنا اسم المشروع واسم البروجرام والكلاينت كل حاجة. هنا ممكن لو انت عندك اعدادات جاهزة قبل كده ممكن تستوردها، او ممكن تصدر الاعدادات بتاعت الطباعة دي لمرة تانية او لجهاز اخر.